أعلن اللواء سليمان اليحيى المدير العام للجوازات عن بدء تطبيق إصدار الجواز ذي صلاحية العشر سنوات بشكل اختياري لمن بلغ 20 عاما بدءا من مطلع رمضان القادم. وقال اليحيى في مؤتمر صحفي صباح اليوم إن تجديد الجواز لمدة 10 سنوات هو اختياري، وبإمكان اختيار تجديده لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات. كما أشار المدير العام للجوازات إلى أهمية المحافظة على الجواز وعدم رهنه والتأكد من صلاحيته قبل السفر. معنا عبر الهاتف من الرياض العميد سلمان المحيا، مدير الإدارة العامة لشؤون سفر السعوديين في المديرية العامة للجوازات. عميد سلمان، حياك الله معنا في نشرة الرابعة. يعني لماذا هذا التغيير؟ ومن الفئة المستفيدة والمستهدفة منه؟ مساء الخير يا استاذ خالد. اليوم دشن سعاده مدير عام الجوازات خدمه العشر سنوات بناء على توجيهات سيدي سمو ولي عهدنا مجلس الوزراء وزير الداخليه حفظه الله. الفئه المستهدفه جميع المواطنين السعوديين من تبلغ اعمارهم 20 عاما فما فوق. والهدف طبعا هناك الكثير الان من السعوديين المقيمين في الخارج، اما لبعثات دراسيه او لوظائف او لرجال الاعمال، وأيضا تتماشى مع الأنظمة الدولية في هذا المجال. ليش الشروط لابد يكون أكثر من 20 سنة؟ أنت عارف يعني هؤلاء المبتعثين أو رجال الأعمال المقيمين خارج السعودية لديهم أبناء بحاجة إلى يعني جوازات بهذا النوع. صحيح، ما دون 20 عاما عادة يكون هناك تغير في الشكل، الأطفال للشباب حتى سن 20 عاما اللي هو سن ثبات الشكل تقريبا، وما بعد ذلك يكون التغير الطفيف، بالإضافة إلى أنه يعني هذا عدم مواجهة لكي لا يواجه المواطن أي مشكلة في المطارات العالمية، حيث أن اختلاف الشكل قد يسبب بعض المشاكل في التأخير للتأكد من شخصية حامل الجواز. في أبعاد أمنية لهذا الموضوع سعادة العميد؟ احنا الان والله الحمد مع التطبيقات الامنيه الجديده ووجود البصمه وايضا بصمه الصوره والمعلومات الامنيه في الجهاز، اصبح اكثر امان موضوع الجواز وعدم، لما نقول عدم وجود التزوير ولكن استحاله، شبه الاستحاله لوجود التزوير. اضف لذلك انه الان اصبحنا قراءه عاليه للجوازات المصدره من معظم دول العالم. يعني هذا يتفق مع المعايير الدوليه لمساله تجديد الجواز؟ صحيح، معظم دول العالم الآن تصدر الجوازات من دون 20 عاما. طيب. بمدة قليلة، ما بعد 20 عاما 10 سنوات، وتختلف من دولة إلى أخرى. متى يمكن طلب الجواز وما الآلية لذلك أيضا؟ الآلية نفس الآلية المتبعة سابقا بنفس الشروط مع اختلاف الرسم بين الجواز السابق والرسم الحالي. حنبدأ إن شاء الله من غرة رمضان المبارك اللي هو 1/9 يوم 2 القادم بمشيئة الله، بإمكان أي مواطن أتم 20 عاما طلب هذه الخدمة من خلال نظام إبشر. هناك من يسأل إذا من الممكن تجديد الجواز من خارج المملكة، هل ذلك وارد؟ صحيح، بالنسبة للمقيمين إقامة دائمة أو شبه دائمة خارج المملكة بإمكانهم التقدم لممثليات خادم الحرمين بالخارج ويقوموا بتجديد الجواز من خلال السفارة، يتم بعث الوزارة الخارجية والتجديد ومن ثم إعادته إلى السفارة لتسليمه للمواطن. بالعشر سنوات هذا بالنظام الجديد أو بالمدى الجديد؟ بمشيئة. نعم صحيح. عدد الصفحات هل زاد بزيادة فترة صلاحية الجواز أو لا؟ عدد الصفحات نفس العدد ونفس مواصفات الجواز السابق بسماته الأمنية، الاختلاف فقط بأنه تحول من 5 إلى 10 سنوات، وخصوصا الأستاذ خالد الآن أنه معظم دول العالم لم تعد تعتمد التختيم كإثبات الدخول، بينما تعتمد على القراءة الآلية للجواز. في فرق بين الرجال والنساء في عملية تجديد الجواز بعشر سنوات؟ سيادة، الخدمة شاملة للجميع طال عمرك. شاكر ومقدر لك. من الرياض العميد سلمان المحيا، مدير الإدارة العامة لشؤون سفر السعوديين، مديرية العامة للجوازات بالرياض.